يقول السائل: أحد الإخوة كان على علاقة مع فتاة نصرانية معاشرا لها بما يعرف بالمخادنة، وفارقها، ولما أخبرته بأنها ولدت منه عقد عليها. السؤال: هل هذا الابن يعتبر ابن الزنا؟ وهل ينسب إليه ويورث أم لا؟ هذا من سفاح، من زنا، لا ينسب إليه. الولد للفراش يعني للزوج، هذا ما هو زوج، هذا زاني والعياذ بالله. والولد من سفاح فلا ينسب إلى أب، إنما ينسب إلى أمه فقط. نعم.